فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أسمع كثيرا من المصلين يأتي ببعض الأدعية سواء في الركوع أو في السجود وهي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون هذا مشروعا؟ إذا كانت أدعية موافقة لما في القرآن والسنة موافقة لا بأس، ولو لم يرد لفظها، إذا كان معناها موافق لما ورد فلا مانع من ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.